كيف يحفظكم الله عن حكم المزروعات التي تسقى بماء المجاري؟ وهل يجوز أكلها أو إطعامها للحيوانات أو الانتفاع بلبن ولحوم هذه الحيوانات أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه المياه قد عولجت ونقيت وذهب ما فيها من النجاسة فلا بأس بذلك، أما إذا كانت باقية على نجاستها وتلوثها فإنه لا يجوز أكل ما سقي بها، أكل الثمر الذي سقي بها أو شرب اللبن الذي يشرب الحيوان من هذه المياه النجسة، يعني مثل الجلالة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها. الحاصل أن هذا إن كانت هذه المياه مياه المجاري قد نقيت وعولجت بما يزيل عنها الأذى والنجاسة وأصبحت كما كانت في الأول ليس فيها طعم النجاسة ولا ريحها ولا لونها، فإنه لا بأس باستعمالها وأكل الثمر الذي سقي منها. نعم.